الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ويقول سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه أن يتعالى بها على خلقه، لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله عز وجل إلا رفعه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد: فإن العظمة لله وحده، وإن الكبرياء لله وحده. وفي الحديث القدسي: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. والكبر أخص صفات إبليس، يقول الحق سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد سئل أحد العلماء عن السيئة التي لا تنفع معها حسنة، فقال: الكبر. ورأى سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يختال في مشيته، يختال بنفسه، فقال ثلاثا: إن للشيطان إخوانا، إن للشيطان إخوانا. ويقول رب العزة: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض، لن تشقها، ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ويقول على لسان لقمان عليه السلام في وصيته لابنه: ولا تصعر خدك للناس، كناية عن الكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالكبر من أخص صفات إبليس،
وهو وباء على صاحبه، سواء أكان كبر فرد أم دولة أم أمة من الأمم. والاستعلاء قد يكون بسبب المال أو الجاه أو الحسب أو النسب أو العلم أو أي صفة من الصفات التي يستعلي بها الإنسان. أما من جهة الأحساب والأنساب فكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة المانعة، خطبة حجة الوداع: أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. وهذا ما قال فيه الإمام علي رضي الله عنه: الناس من جهة الآباء أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ويقول شوقي مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: وأقمت بعدك للعباد حكومة، وأقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء، الله فوق الخلق فيها وحده، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفاء. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بلا عمل لهم أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منا يوم القيامة. ويحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من التعالي بالأحساب والأنساب، فيقول: لينتهين أقوام عن فخرهم بأناس إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أبغض إلى الله عز وجل من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. ولما دخل أحد الناس على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مرتجفا لوقوفه لأول مرة أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا هون عليك، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. من هذا؟ هو سيدنا رسول الله. هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. وكان سيدنا عمر بن الخطاب مع مجموعة من أصحابه وهو خليفة، فمر بهم على جبل فقال: لقد رأيتني وأنا عمير أرعى إبل الخطاب وكان غليظا يتعبني. فقال له ابنه: ما حملك على هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال له: إن أباك قد خشي أن ترفعه نفسه فأراد أن يضعها. ومن أشد ألوان الكبر والاستعلاء الاستعلاء بالمال أو الولد، فتحول النعمة التي أنعم الله بها عليك إلى نقمة، لأنك تنسى المنعم الذي قال: وما بكم من نعمة فمن الله، محض فضل. ولكن للأسف الشديد بعض الناس عندما يصيبهم الثراء أو كثرة المال أو الولد يظن أنه حصل ذلك بذكائه. والشافعي رحمه الله يقول: لو كان بالحيل الغنى، لو كان الغنى بالذكاء لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي
لكن من رزق الحجة حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرق. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. قد تجد زكيا لبيبا فطرا لكنه ليس في سعة من العيش، وتجد آخر ليس له نفس الحظ من الزكاة وقد وسع عليه في ماله ورزقه وولده. هذا من عدل الله، لأن الدنيا لا تجمع لأحد من أطرافها. ويقول أبو تمام: لو كانت الأرزاق تجري على الحجة، لو كانت الأرزاق على قدر العقول والذكاء، هلكنا إذن من جهلهن البهائم. ويقول أبو الأسود الدؤلي: وعجبت للدنيا ورغبة أهلها، والرزق فيما بينهم مقسوم، والأحمق المرزوق أحمق من من أهلها والعاقل المحروم. لكن بعض الناس يقع فيما وقع فيه قارون عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبدايه الأرض. ونضرب أنموذجا واحدا شديد الوضوح من كتاب الله عز وجل، صاحب الجنتين التي حدثنا عنه وعنهما القرآن الكريم في سورة الكهف، حيث يقول الحق سبحانه: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. من الذي جعل؟ الله. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. والتنكير هنا دلالة على الكثرة والتنوع. وجعلنا بينهما، بين الجنتين، بين الأعناب والنخيل، أنواعا كثيرة ومتنوعة من سائر الزروع. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا، من الذي فجر؟ هو الله. وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، قال لمن؟ لصاحبه، يستعلي على صديقه وأقرب الناس إليه. وكان له ثمر، فبدل أن يشكر الله جحد النعمة وقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن هذا الخير يمكن أن ينتهي. ثم وصل به الكبر والاستعلاء وإنكار النعمة إلى التطاول في حق المنعم عندما قال: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أكفرت بالذي خلقك؟ لأن كفر النعمة كفران بالمنعم أيضا. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وكانت العاقبة: وأحيط بثمره. معنى أحيط: أتاه الهلاك من كل مكان. وكما أن الله يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب، يهلك من حيث لا يحتسب الإنسان أيضا. أحيط إحاطة كاملة كإحاطة السوار بالمعصم. وأحيط بثمره، ضربته الآفات من كل مكان، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها. خراب وهي خاوية على عرشها. ويقول:
بعد فوات الأوان ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. كذلك الدول أو الأمم إذا عتت واستكبرت وعاست في الأرض فسادا وخرجت على منهج الله لأنها سنة كونية لا تتخلف لا عن المتكبرين من الأمم ولا من الأفراد، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، نحن عاد. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أي دولة تستطيع أن تقضي علينا؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أهلكهم الله حيث يقول وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ في أي آية من هذه الآيات الثابتة تجادل هذا يا محمد هذا نذير من النذر الأولى، البشير الذي يبشر والنذير الذي يحذر، هذا تحذير للعتاة والمستكبرين والمتكبرين من الأفراد والأمم بسنة الله التي لا تتخلف، بأن من تعالى على الناس بعلمه أو بماله أو بجاهه أو بماله أو بولده أو بسلطانه كانت عاقبته خسرا في الدنيا والآخرة. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة الله، نعمة المال شكرها بالإنفاق وأداء حق الله في المال، نعمة القوة شكرها في مساعدة الضعيف وزوي الحاجات وأن تأخذ بقوة ساعديك وأن تحمل بقوة ساعديك مع الضعيف وأن تسير بقوة ساقيك مع المستغيث. هذا هو شكر النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والكبر والاستعلاء على الناس أعلى درجات كفران النعم. فبدل أن تساعد الناس وأن تشكر الله وأن تؤدي حق النعمة أنت لا تؤدي حق الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله عند أقوام النعمة أقرها لهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوهم، فإن ملوهم حولها عنهم إلى غيرهم. ويقول الشاعر الناس للناس وبالناس، الناس للناس الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، يوم لك ويوم عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، لا تقطعن يد المعروف عن أحد لا تقطعن يد المعروف عن أحد
ما دمت تقضي والأيام طارت، واذكر صنيعة فضل الله، واذكر صنيعة فضل الله أن جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. واذكر صنيعة فضل الله أن جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. كم مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تقضى عليهم وعلى أيديهم حوائج الناس، مستعيذين به من الكبر والمتكبرين والمستكبرين، سائلين الله أن يخضع لنا أنفسنا وأن يجعلنا رحمة للعالمين. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. من أشد أنواع الكبر الكبر عن سماع الحق وعن الرجوع إلى الحق. يقول الحق سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وهذا حال الجماعات الضالة التي أصمت آذانها عن سماع الحق، أعماهم الطمع والمصالح الدنيوية النفعية الزائلة، لا يستمعون لغير صوت أنفسهم. وإذا قيل له اتق الله في وطنك أو اتق الله في دينك أو اتق الله في أهلك أو اتق الله في نفسك، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. من أشد ألوان الصد عن سبيل الله انعدام القيم والأخلاق، لأن ديننا دين القيم والأخلاق. وفي أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان، دولة أندونيسيا، لم ينتشر الإسلام بغزو ولا فتح ولا جيوش، وإنما على أيدي ستة من التجار مثلوا الإسلام واقعا في حياتهم. وقالوا: حال رجل في ألف خير من كلام ألف الرجل. أما عندما تكون الأقوال في جانب والأفعال في جانب، فمن يكون حال لسانه حال الإسلام وحال أفعاله حال النفاق والصد عن سبيل الله، فهذا يصد عن سبيل الله ويكون حملا وعبئا ثقيلا على دين الله. وهو ما نؤكد أن المتاجرين بالدين هم ثقيل على الدين. وإذا أردت أن تأخذ ملمحا وحدا فاصلا، فكل من يدعو إلى الصلاح والإصلاح ومصالح البلاد والعباد وإلى مكارم الأخلاق وإلى العمل وإلى الإنتاج وإلى العفة في القول وفي اللسان، يأخذك إلى صحيح الأديان. أما من يدعو إلى الفساد أو الإفساد أو التخريب
أو تعطيل مصالح الناس، أو يكون حاله حال السباب والفحش والافتراء والكذب، فهذا يصد عن سبيل الله. ومما يجب أن نتنبه له أننا سواء في منطقتنا أم في أمتنا العربية أو الإسلامية نتعرض لمحاولات تغييب وتزييف وعي من خلال الافتراءات والأكاذيب وقلب الحقائق قصد إحداث نوع من الفوضى لا يبقي ولا يذر. وكل ما نؤكد عليه هو ما أكد عليه ديننا الحنيف حيث يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، لمن؟ للمؤمنين إن كنا مؤمنين حقا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما يكفيه من الذنوب ما لم يكن له ذنب آخر أن يكفي لهلاكه وإهلاكه. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إذا حدثت الحديث أو الخبر دون أن تتيقن أو تتحقق فكما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا لا يفكر في عواقبها يهوي بها في النار بعد الثريا. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، مجرد ترداد الكلام دون أن تقف على حقيقته هو إن شاء الله ما سيكون لنا ولزملائنا من الأئمة في الخطبة الجمعة القادمة حول مخاطر تزييف الوعي وترويج الشائعات، إذ يقول الحق سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم تتناقلون الكلام وتقولون إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إضافة إلى أن أي خبر تتلقاه كتابة أو قولا أو تشيئا أو تراه على مواقع التواصل محفوفا بالشتائم والبزاءة فالبذيء لا يمكن أن يكون صادقا، لأن الأخلاق لا تتجزأ. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا فحاشا ولم يخرج من فمه كلمة فحش قط. لم يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فحش قط على الإطلاق. فالذي تجده بذيئا سبابا طعانا في الأعراض فهذا شخص فاسق، لأن الإسلام نهانا عن الخوض في الأعراض وعن رمي الناس جزافا، وأمرنا بعفة اللسان والفرج والبطن، فقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه أي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم، أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم أضمن لكم الجنة. فمن أولى
او من علامات الكذب التي ابتداء تستطيع ان تقول ان هذا الانسان كذاب او مفتين، ان يكون فيما يلقيه او ينشره بذيئا فحاشا متطاولا خوادا في الاعراض، لان مثل هؤلاء لا خلق لهم ولا دين. وكما قال الشاعر في اهجى بيت قالته العرب: ان يخدعوا او يكذبوا او يجبنوا او يبخلوا يغدو عليك معجلين كانهم لم يفعلوا. فالمؤمن الحقيقي كريم، عف اللسان، عف القول، لا يفتري على احد ولا يكذب. فالافتراء والكذب من اخص علامات النفاق والبزاءة والانحطاط والفحش في القول من علامات المنافقين، ولا علاقة له لا بالإيمان ولا بالمؤمنين على الإطلاق، لأن المؤمن عفو اللسان، عفو الفرج، عفو البطن، ليس ببذيء ولا بفاحش ولا بصخاب ولا بخواض في الأعراض. فما بالكم لو كان ذلك افتراء على الناس وعميا لأعراضهم بغير حق. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا من كل سوء. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته. اللهم إنا نعوذ بك من الفحش والخنا. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. واهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اجعل مصرنا هذه، بلدنا هذه، أمنا، أمانا، سخاء، رخاء، وسائر بلاد العالمين. اللهم اجعل أهلها في أمان ورباط، كما أخبر حبيبك صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وكن لنا ولا تكن علينا، واجعل رزق أهل مصر واسعا من البر والبحر والسهل والجبل، واغننا بفضلك عمن سواك، واحفظ اللهم جنودنا المرابطين على حدودنا، المدافعين عن أرضنا وعرضنا ودولتنا وكل من ساندهم. اللهم احفظ مصر وجيشها وشرطتها وقضاءها وأزهارها وعلماءها وأهلها من كل سوء ومكروه، ووفق اللهم ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.